في هذا الدرس حبدأ أضيف التوبو سيرفيس للسايت، عشان كده حتوجه إلى السايت. بعد كده من الماسنج أند سايت تاب حلاقي هنا التوبو سيرفيس، كليك عليها وحبدأ أسوي نقط، بس حضبط الإليفيشن، حخليها سالب 30، وأبدأ أسوي نقط حوالين المبنى. بعد كده هغير الارتفاع، هخليه 8 متر، وحوسع أكثر، هبدأ من هنا. بعد كده هرجع إلى سالب 30 عشان لو حبيت أعمل باركينج أمام المبنى هنا. بعد كده هقول له فينيش، هشغل الشيدد. هذا هو التوبو سيرفيس. هبدأ أضيف بعض النباتات من السايد كومبوننت، كليك عليها، هروح أختار نوع وليكن خلينا ناخذ النوع اللي هو مؤشر عليه. أبدأ أوزع حوالين المبنى. وممكن لو حبيت ان انا ادخل الى الفاميلي واختار نوع مختلف، وخلونا نختار نوع اصغر. وليكن هذا. وبكذا أكون أنشأت التوبو سيرفس وأضفت بعض النباتات.